يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا اليوم حنفذ جاكيت كتير حلوة ومهضومة وبتلبس على الوشين. هيدا لونه الموف، هلا يمكن على التصوير مبين لونه أزرق بس هو لونه موف. هيدا لون الموف، اوكي. هيدي الجاكيت كتير سهلة، بتاخد حوالي 200 جرام من الصوف او الخيطان، لاحظوا كيف. وهيدا اللون الاصفر. هيدي الجاكيت ما فيها تفاصيل ابدا، يعني شي بسيط، بدها بس شوية تركيز و مثل اي جاكيت تفاصيلها، بس مثل ما قلت انا انه كتير شي بسيط. لاحظوا عنا هون مثل غرزة الاناناس، الشغل كلياته حتى شوي يوضح حيكون على غرزة الحشو بالغرزة من ورا من هون، اوكي، لانه كلياتها نحن شغلين على غرزة الحشو مش بالوسط، عم نشتغل على الخيط الوراني من غرزة الحشو. هلأ منشوف كيف حنطبق هيدا الجاكيت، لاحظوا كيف. هيدا لون الموف، اوكي. حنشوف كيف حنطبق. انا حابدا بالجاكيت. هذه الجاكيت كتير سهلة، ما فيها تفاصيل شوي، بدها شوية تركيز بسيط. كتير سهلة، بتلبس مثل ما قلت انا على وشين. بتقدري تشتغليها بلون واحد وبتقدروا تشتغلوها بلونين. انا حاشتغلها هلا على سنارة نمرة 3 بخيط متوسط الفتلة. بتقدروا تشتغلوها بخيط قطن، خيط اكليريك، خيط حرير، ما في مشكلة ابدا. بتقدروا تنفذوها باي نوع خيط انتو بتحبوه. انا هلأ حنفذها بخيط الصوف. حابدأ بالبداية، انا حاشتغل 60 غرزة. هلأ حقسمهم، مفروض انا اقسم 60 غرزة على 3، يعني شقفتين الصدر وشقفة الظهر. هاشتغل 60 غرزة، واحد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 12 13 14، وهي واحدة 15. مفروض قسمهم على 3، 15 هي أول شقفة ل الصدر. انا عم اقسم هلا حتى ما تضيعوا بعدين، برجع. هلا هي شقفة الصدر 15 غرزة، لازم اشتغل الظهر دوبل للصدر، يعني 30 غرزة. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ححط علام. هلا اللي ما عنده هيدا العلام بيقدر بخيط صغير يقدر يعلم. هلا هي شقفة الصدر الظهر، هلا شقفة الصدر الثاني لازم اشتغلها 15 غرزة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 12 13 14 15. هيدا المقاس بيلبس من عمر شهرين لعمر سنة ونص سنتين، لأنه نحنا بناخد المقاس من فوق، بعدين الطول انتو بتطولوا حسب
يعني طول الولد حسب عمر الولد، بس المقاس من فوق على الأب وعلى الكتف تقريبا نفس المقاس. هلأ أنا اشتغلت مثل ما قلت 15 للصدر، 30 للظهر، و15 للصدر. حأطلع غرزة تنتين تلاتة سنسال وغرزة واحدة أربعة، هي بمثابة تلات غرز هني عمود، وهيدي هي الحد الفاصل اللي بينه وبين العمود التاني. اوكي هاشتغل زين. هلا بشتغل غرزة سنسال، لاحظوا بقفي واحدة وبشتغل باللي بعدها عمود بلفة، غرزة سنسال بقفة واحدة وبشتغل بالعمود بالغرزة اللي بعدها عمود، واحد غرزة سنسال بقفة هيدي وبشتغل باللي بعدها، اوكي غرزة سنسال بقفة هي وبشتغل اللي بعدها، كمان غرزة سنسال بقفيها وبشتغل اللي بعدها. بشتغل كل هيدا الدور مثل ماني شغلة انا بالبداية. انا حكمل وبرجع حتى ما يطلع عنا الفيديو كتير طويل. انا خلصت، طلع عندي هيدا الشكل. اكيد هلا الستين غرزة اللي انا اشتغلتهم اكيد ما حيطلعوا معي ستين عمود. هلا في ناس كتير بيقولوا ستين غرزة لازم يطلعوا ستين عمود، اكيد لا ما حيطلعوا ستين عمود، لانه انا شغلي عمود ومقفية غرزة، شغلي عمود ومقفية غرزة. حشوف ده حيطلع معي كم عمود، عمود اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. هلا ما مشكلة بيزيد عندي عمود بينقص عندي عمود، كمان ما مشكلة ما حيأثر على القياس أبدا، لأنه أنا بديت 60 غرزة. في ناس كتير بيوقعوا بهيدا الغلط إنه 60 غرزة لازم يطلعوا عندي هون 60 عمود، أكيد لا ما حيطلعوا عندي 60 عمود. بسبب انه انا اشتغلت غرزة وقفيت غرزة طلع عندي 33 عمود. هلأ حاطلع بالدور التاني، وشوف شو حيصير معي. هاشتغل غرزة سنسال وبلف الشغل وبشتغل غرزة حشو. اوكي بشتغل اربع غرز سنسال، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وبشك السنارة فوق العمود مباشرة، واحد اثنين ثلاثة اربعة. انا عم بشتغل اناطر هلأ، اوكي واحد اثنين ثلاثة اربعة، عم شك السنارة بالعمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا حكمل هيدا الدور كلياته لحتى أوصل للأخير، أوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة، بشك السنارة دغري فوق، بشكها بقلب العمود مش بالفراغ اللي هون، بقلب العمود، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أوكي شكة بقلب العمود، واحد اثنين ثلاثة اربعة بقلب العمود. حكفي هيدا الدور كلياته قناطر مثل ما قلت لوصل للاخير، وبنشوف كيف حنطلع بالغرزة. هلا انا اشتغلت القناطر، لازم عد القناطر وشوف قديش بيطلعوا معي ومنقسم على هيدا الاساس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 قنطرة. اوكي لازم اقسم انا على 3. الظهر هو يدوبل للصدر، يعني هعد 1 2 3 4 5 6 7 8، بحط ماركر. كمان برجع من بعد الماركر بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16. برجع عندي هون شفت الصدر 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني طلع عندي 32 أمطرة، 16 للصدر و16 للظهر. هلأ أنا لازم أبدأ أشتغل هيدي الغرزة، غرزة المروحة أو غرزة الصدفة. اوكي لازم أشتغل عندي أنا هون الشباك وبلش أطلع بالصدفات اللي موجودين عندي، ولازم يطلع عندي أنا هون على شكل غرزة الأناناس أو سنوبر، ما بعرف كل ناس بيسموها شي. هلأ هأبدأ أنا مثل ما قلت بالبداية بتقدر تشتغلوها من لون واحد، أنا اشتغلتها هونيك بلونين. هلأ هأبدأ بالشغل، لاحظوا هأطلع ثلاث غرز سنسان ولف الشغل بنفس المكان، بشتغل عمودين بلفة، يعني صار عندي ثلاث عواميد 1 2 3. اوكي حانزل دغري على قلب القنطرة من هون بغرزة حشو، هارجع عيد لانه كتير في ناس بيضيعوا باولها. بطلع بثلاث غرز سنسال 1 2 3 هيني بمثابة عمود، وبشتغل حدن عمودين صاروا ثلاث عواميد. اوكي وبنزل على قلب القنطرة من هون بغرزة حشو. اوكي لاحظتوا اول شي كان انا هون لحى هيدا اول الدور. اوكي هيدا اول الدور، بس اول نشتغل ثلاث تعويمين. برجع بشتغل اربع غرز سنسال حتى اوصل على العلاء 1 2 3 4 1 2 3 4. اوكي 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اوكي وصلت انا للعلام اللي انا وضعته هون. لازم اشتغل غرزة الصدفة او المروحة بس بطريقة تانية. لنشوف القناطر قد طلعوا معي 1 2 3 4 5 6 7. كل ما طلعت دار القناطر عم يقلوا قنطرة، كل ما طلعت دار القناطر عم يتناقصوا قنطرة واحدة. هلأ لازم بغرزة الحشو اللي هيدي موجودة معي هون، لاحظوا عندها خيطين، انا حاشتغل بالغرزة اللي ورا. اوكي لاحظوا مش بهيدي اللي هون، حاشتغل بالغرزة اللي ورا سبع عواميد 1 2 3 4 5 6 سبعة، على انزل دغري مباشرة على قلب القنطرة وبغرزة الحشو. اوكي لاحظوا كيف
هلأ كمان بغرزة الحشو اللي حدها هاشتغل بالغرزة اللي ورا مش اللي قدام، لأنه هي هاتركها. هاشتغل بالغرزة اللي ورا كمان 7 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7. اوكي كمان هانزل على قلب غرزة على قلب القنطرة وبقفل بغرزة حشو. الشغل كلياته عم يصير على غرزة الحشو، الغرزة الورانية من غرزة الحشو هي، لاحظوا. اوكي هي لها خيطين. اوكي هاشتغل انا بالغرزة اللي ورا. اوكي شوي هي ملبكة، لاحظوا هون. اوكي هاشتغل كمان 7 عواميد 2 3 4 5 6، هيدي واحدة 7، وبنزل على قلب القنطرة وبقفل بغرزة حشو. هكمل أنا حتى أوصل للعلام وبنرجع. أنا وصلت للعلام، لاحظوا وصلت للعلام اللي أنا بدي أشتغل فيه، اللي قلت حنعمل فيها كأننا عم نشتغل غرزة الأناناس. هلا هي هيك شكلها، بتحسوها منها حلوة، بس تكبر شوي وتبين الغرزة معكم تلاقوها كتير حلوة وكتير سهلة. هلا أنا هقفل بغرزة حشو مثل ما قلت، واشتغل 1 2 3 4 غرز سنسال، 1 2 3 4 غرزة حشو، 1 2 3 4 كمان غرزة حشو، 1 2 3 4 كمان غرزة حشو. أنا عم بشتغل أناطر مثل ما قلت، غرزة سنوبر أو غرزة الأناناس. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اوكي 2 3 4 5 6 7، يعني العدد مظبوط. هلا انا عندي هون غرزة حشو اللي طلعت فيها، لازم مثل ما بديت هون ب3 عواميد، لازم اقفل الشغل ب3 عواميد. لاحظوا اخر انطرة، اخر انطرة اشتغلت 4 غرز سنسال، بقفل بقلب القنطرة ودغري على غرزة الحشو بشتغل 3 عواميد، 1 2 وهيدا 3. هلا مثل ما بنقفل، مثل ما بنبدا بالشغل بنقفل فيه. اوكي هلا انا بدي ادخل لون تاني، هقص الخيط ومن محل ما بديت ببدأ الدار أو اللون التاني. اوكي اوكي شوية من محل ما انهيت الشغل هأبدأ الدار التاني، وهالمرة هأشتغل غرزة حشو. اوكي اشتغلت غرزة سنسال، ثبتت الشغل، هاشتغل غرزة حشو. مرة بنشتغل 3 عواميد ومرة غرزة حشو، مرة 3 عواميد ومرة غرزة حشو. هلا انا اشتغلت غرزة الحشو، حلف الخيط على السنارة وعلى غرزة الحشو اللي حد العواميد من هون. اوكي غرزة الحشو اللي حد العواميد دغري بيشتغل 7 عواميد بلفة، 2 3 4 5 6، وهي واحدة
7. حانزل على القطرة وبقفل بغرزة حشو. شوفوا شو كيف طلع معي الشغل، مرة بشتغل 3 تعواميد ومرة غرزة حشو. هلا هاشتغل 4 غرز سلسال، 1 2 3 4، وبقفل بغرزة حشو بقلب القنطرة، 1 2 3 4، كمان بقفل بغرزة حشو بقلب القنطرة، 1 2 3 4، كمان بقفل بغرزة حشو، 1 2 3 4، بقفل بغرزة حشو، 1 2 3 4، كمان بقفل بغرزة حشو، بوصل للقنطرة الأخيرة، 1 2 3 4، اوكي؟ وبقفل بغرزة حشو. لاحظوا كيف؟ أنا قلت كل ما طلع الدار عم يقلوا معي القناطر، 1 2 3 4 5 6، عم يقلوا معي القناطر، بتقل معي قنطرة واحدة، يعني العدد بيتناقص. هلا هيدي غرزة الحشو اللي موجودة هون، لازم أنا أشتغل بالغرزة، لازم أشتغل فيها بس بالغرزة اللي ورا، كمان حأشتغل 7 عواميد في لفة، 2 3 4 5 6، وهي واحدة 7، ولازم اقفل بغرزة حشو بعد، 1 2 3، بالاربعة بقفل بغرزة حشو، اوكي؟ برجع بنزل دغري مباشرة على غرزة الحشو اللي موجودة هون، وبشتغل بالغرزة من ورا 7 عواميد. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، أوكي؟ عد 1 2 3، بالأربعة بقفل بغرزة حشو. كمان نرجع على غرزة الحشو الموجودة بين هدول الصدفتين، وبشتغل بالغرزة من ورا 7 عواميد. أنا حكمل هيدا الدور حتى أوصل للعلام، ونشوف كيف بنقفل الدار وكيف بنبدأ بدار جديد. 5 6 7، وبعد 1 2 3، بالعمود الرابع بقفل بغرزة حشو. لاحظوا أنا وصلت تقريبا للسطف الأخيرة، لازم أقفل هون بغرزة حشو، 1 2 3 4، وانتقل على الغرزة اللي على الشباك هون. لاحظوا لازم يزيد عندي مروحة على هيدي ومروحة على هيدي الغرزة، بكل دار لازم يزيد عندي مروحة هون ومروحة هون، او سطفي هون وسطفي هون، اوكي؟ هلا بغرزة الحشو اللي حد هيدي السطفي لازم اعمل 7 عواميد بلفة، 2 3 4 5 6 7، حانزل على القنطرة اللي هون وبقفل بغرزة حشو، وبرجع بطلع 4 غرز سنسال وبقفل بغرزة حشو بقلب القنطرة، 1 2 3 4. هي تفاصيل لهيدي الجاكيت، بس هون شوي بده شوي تركيز، وعلى الأول بده شوي تركيز. إن شاء الله أكون عم موصل الفكرة مظبوط، وتقدروا تستفيدوا منها، 1 2 3 4، اوكي؟ 1 2 3 4. هلا أنا شو عملت هون؟ مثل ما بديت هون، لاحظوا مثل ما بديت هون،
لازم اقفل اهو، لازم شو يطلع عندي انا غرزة، هي غرزة الحشو اللي هيدي اللي هون، لازم اشتغل 700 بلفة، 1 2 3 4 5 6 7. ومثل ما بديت بغرزة حشو لازم اقفل الشغل بغرزة الحشو. اوكي، هلا انا حقص الخيط، يعني معلش كل دار عم قص الخيط لانه اذا بدي خليه ملبك. لاحظوا كيف طلعت عنا بعد لحديت هلا، بعد اسا ما بينت، لحد هلا ما بينت. مثل ما قلت انا محل ما بقفل الشغل ببدا الدور الثاني. هلا انا لازم ادخل لون الاخضر او الزيتي بغرزة الحشو. اوكي، لاحظوا هثبتها بغرزة، بشتغل غرزة حشو وبطلع غرزة تنتين، وبشتغل 3 عواميد. ليش اشتغلت غرزة حشو بالاول؟ لثبت الخيط، يعني 1 2 وهيدا 1 3. هعد 1 2 3 4 دغري. لاحظوا كيف صار معي دغري، ما بعمل لا اي سنسال ولا شيء، بس يكون عندي 3 عواميد دغري بشتغل 1 2 3 بغرزة الحشو. يعني انا هون ما بعمل غرزة صدفة، بس بشتغل عمود 2 3 وبعد 1 2 3 وبقفل بغرزة الحشو. بينما اذا عندي غرزة حشو، عندي غرزة حشو هون، لازم اعمل صدفة. هلا انا اشتغلت 3 عواميد، مفروض اقفل بغرزة حشو وبنتقل على غرزة الحشو اللي موجودة هون. لاحظوا بشتغل بالغرزة من جوا 7 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7. اوكي، وبقفل بغرزة حشو، برجع بطلع 1 2 3 4 بقفل بغرزة حشو، 1 2 3 4 وبقفل بغرزة حشو، 1 2 3 4 وبقفل بغرزة حشو، 1 2 3 4 1 2 3 4 وهلأ دغري مباشرة، ما بعمل سنسال، دغري مباشرة أنا بروح على غرزة الحشو وبشتغل 7 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7. اوكي، وبقفل بغرزة حشو وبنتقل على غرزة الحشو مباشرة اللي بين الصدفتين، وبشتغل بالغرزة من ورا، هيدي انا ما بشتغلها، بشتغل بالغرزة من ورا 7 عواميد. هكمل الدور كلياته وبيطلع عندي انا هيدا الشكل. لاحظوا كيف هيدا الشكل. هلا لازم نفصل الاكمام عن بعض، لازم نفصل الاكمام عن بعض. كيف هأفصل الأكمام عن بعض؟ لازم عد أول شيء، هكر هيدا لأني أنا بيدي فيه حتى يبين عندي العد. هلا أنا مثل ما قلت بالبداية إنه محتمل يزيد عندي غرزة، محتمل تنقص عندي غرزة، ما في مشكلة أبدا.
يا الله. هعد عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة، بحط علام. شوفوا شو طلع عندي أنا، طلعت عندي مثل غرزة الأناناس، طلعت عندي هون غرزة الأناناس. هلا أنا لازم أفصل الكم عن الظهر، هعد واحد اثنين ثلاثة أربعة، بحط علام. مفروض أمسك أنا، أوكي لاحظوا هون، ها مفروض تكون على ميلة الصدر، لازم صمتة واحد اثنين ثلاثة أربعة، كمان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، مفروض يطلعوا عندي أنا ثماني صدر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، عفوا ثمانية مش سبعة. بمسك هيك، لاحظوا كيف وبيجمعن على بعض. هلا هي ما مبينة انه شوي مفروض تطلع الصدفة على الصدفة، الصدفة على الصدفة، اوكي بهيدا الشكل. يعني لازم يطلع عندي انا واحد اثنين ثلاثة اربعة شقفة صدر. نرجع هي الغرزة هي ذاتها، ابعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، اوكي ثمانية بنفس المكان، كمان نفس الشيء، بعد واحد اثنين ثلاثة أربعة شقفة الصدر، برجع من ال هي ذاتها واحد اثنين اوكي مثل ما قلت أنا، لانه فصل التصوير عندي. هارجع عيد، ما بعرف اذا هعد واحد اثنين ثلاثة اربعة الصدر، مفروض الكام يطلع معي الدوبل، يعني يكون عدد مزدوج. عديت واحد اثنين ثلاثة اربعة، برجع بعد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، اوكي بهيدا الشكل مفروض يطلع عندي انا الكم عدد مزدوج، يعني عدد الصدفات يكونوا مزدوج. لاحظوا كيف يكونوا الصدفات عدد مزدوج. لاشوف ارجع على انا الظهر، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، بيرجع عندي الكم كمان ثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، والصدر واحد اثنين ثلاثة أربعة. هلا أنا حأبدأ محل ما قطعت الخيط، خيطمي هون أنا بغرزة حشو مفروض أطلع بثلاث تعويمات، أوكي حنشوف كيف حنقسم الكام عن بعض. هأشتغل غرزة حتى ثبت الشغل، ثبت الخيط، وارجع بشتغل غرزة حشو حتى ثبت الخيط، بطلع غرزة تنتين وبشتغل عمودين ودغري مباشرة بروح واحد اثنين ثلاثة اربعة بغرزة الحشو، وبشتغل بالغرزة الحشو اللي هون بشتغل سبع وميد بلفة أربعة خمسة ستة سبعة، كمان بعد واحد اثنين ثلاثة أربعة بغرزة الحشو، وبنتقل دغري على غرزة الحشو بشتغل فيها من ورا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ودغري بعد واحد اثنين ثلاثة بالعمود الرابع بقفل بغرزة حشو، وبنتقل كمان لغرزة الحشو بشتغل فيها من ورا بالغرزة من ورا سبعة ويمين اثنين ثلاثة عفوا
أربعة خمسة ستة سبعة، وبنتقل بعد واحد اثنين ثلاثة، وبقفل بغرزة حشو وبعد غرزة تنتين ثلاثة، وبروح على القنطرة الموجودة هون وبعد واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبقفل بغرزة حشو. لاحظوا كيف طلع عندي الشغل، اوكي لاحظوا كيف اشتغلت ثلاث غرز سنسان وانتقلت على الأنطرة اللي عفوا على السطف اللي بعدها، وقفلت بغرزة حشو. هلا دغري حانتقل على غرزة الحشو اللي بعدها وبشتغل سبع عواميد حتى اكمل الدور لاوصل لعند العلام، ومنشوف كيف حنفصل الكم الثاني. أربعة خمسة ستة سبعة، أنا عم بشتغل يعني أيام عم بفصل التصوير حتى ما ياخد معي الفيديو وقت كتير كبير. لاحظوا كيف، لاحظوا أنا وصلت لعند العلام مثل ما قلت، لازم اقفل بغرزة حشو اوكي، وضم الكم هيك بهيدا الشكل اوكي، وبشتغل ثلاث غرز سنسان واحد اثنين ثلاثة، وبنتقل على العلام اللي انا حطيته هون او الماركر، وبختم بغرزة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة، بخطب بغرزة حشو. لاحظوا شو طلع عندي، كيف طلع عندي الكم، لاحظوا. هلا حنشوف كيف بدنا نعبي هدول. هلا بشتغل سبع غرز سنسال عفوا عواميد، سبع عواميد بغرزة الحشو اللي من ورا، اربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أنا قلت محتمل يزيد عندي سطفة، هلا إذا بالشغل كليت وزادت عندي سطفة بنحطها لمالة الظهر، وبنعمل شقفات الصدر قد بعضهم بالعدد. يعني إذا حدا مثلا زيد عنده سطفة يقول لي طلع الشغل غلط، لا أكيد الشغل مانو غلط، بخلي الصدر قد بعضه بالعدد وبزيد السطفة لورا. في حال إذا طلع عندي صدفتين بزيدن على الصدر وبخلي العدد ثابت تبع الظهر. اوكي هلا انا تقريبا صرت على الاخير، ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وبنتقل بعد واحد اثنين ثلاثة اربعة غرزة حشو، ومباشرة على غرزة الحشو اللي اشتغلتها هون بشتغل ثلاث عواميد بلفة. هلا صحيح عم قطع خيطان كتير، بس هدول الخيطان بعدين انا بضمهم بالشغل ما بيعودوا مبينين عفوا. وهلا لازم اشتغل، لاحظوا كيف طلعت عندي اوكي، لاحظوا كيف ماشي. هلا انا لازم اشتغل بلون الاصفر مثل ما قلت انا من محل ما نهاية الشغل، لاحظوا كيف هو ما بيضيع لانه الخيطان مقطشين، من محل ما نهاية الشغل ببدأ بالشغل
بالخيط الثاني. هلا انا حكفي ها اشتغل حثبت الخيط بالغرزة حشو غرزة حشو وبنتقل لل لحظة لغرزة الحشو الموجودة هون وبشتغل 7 عواميد 3 4 5 6 7 وبنتقل بعد 1 2 3 4 كمان برجع بنتقل على غرزة الحشو اللي هون بشتغل فيها من ورا 2 بالغرزة اللي من ورا بدخل السنارة وبشتغل الغرزة من ورا لاحظوا مش بهيدي الغرزة اللي من قدام لأنه هي على شكل 7 أو V لاحظوا كيف هي خيطين خيط لجوات الشغل وخيط لبرا الشغل أنا بشتغل بالخيط اللي لبرا الشغل 2 3 4 5 6 7 اوكي بعد 1 2 3 4 وبنتقل على غرزة الحشو بشتغل بالخيط إلى ورا 1 2 3 4 5 6 7 وبعد كمان 1 2 3 4 بختم بغرزة حشو. هلا هون لاحظوا انا اشتغلت 3 غرز سنسان لازم عندي هون غرزة حشو عندي هون غرزة حشو هاشتغل فيها 7 عواميد هاشتغل اكيد بالخيط اللي لورا 1 2 3 4 5 6 7 وبنزل بغرزة حشو وبنتقل على غرزة الحشو التانية اللي انا اختمت فيها هون رح اوكي وبشتغل كمان 7 عواميد 1 2 3 4 5 6 7 اوكي وبعد 1 2 3 4 وبقفل بغرزة الحشو. لاحظوا كيف صارت عندي الجاكيت. اوكي انا حكمل هيدا الدور وبنرجع بنشوف كيف صارت. انا بعدني عم كمل صرت من تحت القبط لكن كيف طلع عندي الشغل لاحظوا تفاصيله لهيدي جاكيت هون بهيدي غرزة الاناناس. هلا من بعد القبط بشتغل عفوا عادي وصلت لعند غرزة الحشو حاشتغل بالغرزة الورانية يعني هيدي من هون ما بشتغلها بشتغل من بالغرزة من ورا بالخيط اللي من ورا مثل ما قلت 7 عواميد 2
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هلا هيدي الجاكيت بتاخد حوالي 200 جرام صوف، يعني تقريبا كبان. هلا اختمت بغرزة الحشو، هنزل على غرزة الحشو التاني واشتغل بالخيط اللي من ورا 7 عواميد. صرت 4 عواميد، 5 6 7، وبختم بغرزة الحشو 1 2 3 4. هلا انا عم كمل الدور عادي لحتى اوصل للاخير. انا قسيني هلا وصلت للاخير، هاشتغل كمان بغرزة الحشو 7 عواميد، 2 3 4 5 6 7، وبنتقل 1 2 3 بالأربعة، بنزل بغرزة حشو. هلا هون على الطرف انا بادي هون بغرزة حشو، لازم اشتغل مثل ما بديت هون ب3 عواميد، يعني لازم انهي الشغل ب3 عواميد. اوكي، ها اشتغل 3 عواميد، 1 2 3، هاختم الشغل حتى دخل لون تاني. انا قلت انه لاحظوا بلون الموف بادي ب3 عواميد وناهي ب3 عواميد، باللون الاصفر بادي بغرزة الحشو وناهي بغرزة الحشو. بدل هيدا الشغل معنا مستمر للاخير. الموف هو 3 عواميد، او اللون اللي انتو بتبدو فيه 3 عواميد، واللون التاني اللي بتبدو فيه كمان بغرزة الحشو بدل بغرزة الحشو ب3 عواميد. لاحظوا هلا حابدا باللون جديد، مثل ما قلت محل ما بننهي الشغل بنبدا بالدار جديد. اوكي، محل ما انهينا الشغل حابدا بالدار جديد. انا بدي شدد على بداية الشغل، هثبت الخيط وغرزة حشو. هلا انا هون لاحظوا انه نحنا كل ما بدينا دار عم يطلع معنا هون صدفة. هيدي الصدفة ما تخوفوا انه ما بيزيد الشغل، هي ما بتزيد الشغل، بدال الشغل ماشي ورا بعض. لاحظوا كيف بدال الشغل ماشي ورا بعض، يعني حتى انا وقت اللي اشتغلتها حسيت حولي كأني انه انا اذا اشتغلت هون محتمل يزيد مع الشغل، هو لا. لاحظوا الشغل ورا بعض. اوكي، هلا اشتغلت بغرزة الحشو، ها اشتغل انتقل على غرزة الحشو اللي بعدها دغري واعمل 7 عواميد بالخيط اللي ورا. 1 2 3 4 5 6 وهي واحدة 7، وبعد 1 2 3 بالربع بشتغل غرزة حشو، وبنتقل على غرزة الحشو اللي بعدها كمان بالخيط اللي لورا بشتغل 7 عواميد. 2 3 4
خمسة، ستة، سبعة، بعد واحد، اثنين، تلاتة، أربعة، وفرزات الحشو. هورجيكم كيف صارت. هلا هي ما بقى فيها أبدا أي تفاصيل نهائيا، بس نشتغل دور موف ودور أصفر لنهاية الشغل. هلا بعدين نحن بآخر الشغل بنشتغل هون ميل، بنضم هول الخيطان كلياتهم بقلبه. لاحظوا كيف صارت. ها هي هون، وها هي شكلها من ورا. ما بقى فيها أي تفاصيل، بس مثل ما قلت نشتغل دور موف ودور أصفر أو اللون اللي انتو حابينه للأخير. هلا بكمل انا وبنرجع بنشوف شو كيف حنضم الشغل هون بقلب بعضه وبنرجع. انا تقريبا انهيت الجاكيت بهيدا الشكل. هلا بلشت اشتغل على الحرف وضم الخيطان. كيف طلعت عندي. هلا حكفي انا اشتغل بغرزة الحشو داير الجاكيت. كل هيدي الخيطان انا عم ضمها بقلب الشغل. هيدا الشكل. لاحظوا كيف عم بشتغل غرزة الحشو. نقلب الشغل لورا. اذا لقينا هدول الخيطان هيك طالعين منشدن شوي، بعدين مننظف بالمقص. ما بيعود عنا مبين عنا ولا اي خيط. اوكي، كل شي مبين بينضم بالشغل. اوكي، لاحظوا كيف انا حكمل وبرجع. انا نهيت على الجاكيت على الاخير. هلا فيكن تحطوا له زرار، وفيكن تعملوا له ربطه من هون وبتشتغلوها طريقه الربطه. ما بدا شيء فيني انا اجيب خيط واشتغل غرزه السلسله كلياتها هيدا الشكل، وبتطلع عندي الربطه. عفوا، على القبة. اوكي، بهيدا الشكل. لاحظوا كيف حتى بتقدر يعني تيجي وش وقفا. هيدا شكلها بتلبس مثل ما قلت انا على الوشين. لاحظوا كيف، والربطة كمان ما بتفرق ابدا، بتطلع بنفس الشكل. هلا انا نهيت الجاكيت على الاخير. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك. على امل اللقاء بتنفيذ قطعة جديدة. ما تنسوا تشتركوا بالقناة.